كانت المدارس الموسم العاشر مباراة جميلة في دور الستاشر. هفكركم بالنتيجة: مانفلوت الثانوية بنات أسيوط 115، نور الدولية المعادي القاهرة 65. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال نور محمد. اتفضلي نور محمد من مدرسة نور الدولية. هنشوف نور محمد والسؤال الأول موضوعه إيه؟ رياضة. سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة رياضة. والسؤال هو: دولة أسيوية غير أوروبية استضافت كأس العالم لكرة اليد رجال عام 1997. دولة أسيوية غير أوروبية استضافت كأس العالم لكرة اليد رجال. إجابتك؟ اليابان. اليابان بعشرين نقطة. إجابة صحيحة. اليابان هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا عمر. وكده النتيجة 85 نور الدولية 115 مانفلوت أسيوط. شهد، تفضل يا شهد. شهد القوسي. هنشوف شهد والسؤال الثاني وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا شهد. قدرات ذهنية. سؤال في القدرات الذهنية، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 220 على 4 زائد 880 على 2 يساوي كام؟ إسراء إجابتك. 495. نيرة مش موافقة. إسراء إجابة صحيحة. 495. برافو عليك يا إسراء. برافو عليك يا إسراء. النتيجة اتغيرت: 135 مانفلوت الثانوية أسيوط، 85 نور الدولية. تالت سؤال يوسف. اتفضل يا يوسف. يوسف وائل، السؤال التالت لنور الدولية. شكرا يا يوسف، اتفضل مكانك. معلومات عامة، سؤال في المعلومات العامة. ما عندكوش اختيار غير ان انتوا تستخدموا الجوكر. املكوا الوحيد في التعادل ان انتوا تجاوبوا على السؤال ده والسؤال اللي جاي. مانفلوت ما تعرفش تجاوب وانتوا تجاوبوا فتتعادلوا، يعني سيناريو صعب شوية ولكن وارد. سؤال في المعلومات العامة بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ 30. يوصل البازل. معلومات عامة. والسؤال هو: في أي من دول أمريكا الجنوبية يقع ميناء سانتوس؟ أكبر ميناء في الدولة دي. محمد حسام إجابتك. البرازيل. البرازيل بتلاتين نقطة. إجابة صحيحة. البرازيل إجابة صحيحة. وبكده نتيجة 115 نور الدولية 135 مانفلوت أسيوط. آخر سؤال ألاء يسري. تفضلي يا ألاء. ألاء يسري والسؤال الرابع والأخير. مباراة غريبة جدا. لفة كاملة يا ألاء. سويتش. نور الدولية من حقكم تختاروا موضوع السؤال، عايزينهم يتسألوا في ايه؟ الرياضة. طبعا هتقول الرياضة، متوقع. سؤال في الرياضة. 20. لو الإجابة صح ألف مبروك تأهلتوا، لو الإجابة غلط
نور الدولية ما عندهمش اختيار غير ان هم يجاوبوا صح علشان يتعادلوا، وفي الحالة دي نلعب على الهدف الذهبي. هنشوف رياضة، والسؤال هو ما هي الميدالية التي حصل عليها اللاعب عزمي محلبة في كأس العالم للرماية عام 2019؟ عشر ثواني. ذهبية. الذهبية إجابة خاطئة. في إجابة؟ أيوه. مرح. برونزية. البرونزية إجابة مين؟ إحنا كلنا مذاكرينها. كلكم عارفينها. البرونزية إجابة صحيحة. البرونزية الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة تعادل 135-135. مباراة غريبة جدا، وهتتحسم بالسؤال الذهبي. سؤال ليكم انتوا التمانية، ويعتمد على السرعة. قبل ما اسأل السؤال عايز اقول مدرستين لعبوا مباراة قوية جدا، انتوا الاتنين الحقيقة تستحقوا الوصول لدور التمانية، فبقول مبروك وبقول هارد لك للفريق اللي مش هيكمل. الهدف الذهبي حزن غير محتمل هي رواية الأديب نمساوي حصل على جائزة نوبل في الآداب عام 2019. بيتر هندكة. كلاوديا إجابة صحيحة. بيتر هندكة. بيتر هندكة إجابة صحيحة. برافو يا كلاوديا، برافو يا كلاوديا، برافو يا كلاوديا. سؤال الهدف الذهبي بعشرين نقطة، وبكده النتيجة اتغيرت 155 منفلوط الثانوية بنات أسيوط، 135 نور الدولية المعادي القاهرة. هارد لك نور الدولية. أنا مبسوط جدا إن أنتوا عرفتوا ترجعوا تاني في المباراة دي، أجمل حاجة عملتوها النهاردة. عندنا النهاردة اتنين أفضل لاعب، عمر خالد بستين نقطة من نور الدولية، وإسراء النجار بستين نقطة من منفلوط الثانوية البنات. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 290 نقطة، وكل نقطة ب5000 جنيه، بما يساوي 1,450,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 11,370,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. هاردك نور الدولية، لعبتوا مباراة قوية، رجعتوا في الآخر، برافو عليكم. منفلوط ثانوية بنات برافو عليك، الحمد لله صمدتوا لغاية آخر لحظة، استحقوا فعلا الوصول لدور التمانية. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.